صباح الخير. اللقاءات السياسية بالبلد مفتوحة على كل الاحتمالات، وعلى قاعدة أنه الخلاف لا يفسد بالود قضية عم تندار المواضيع الخلافية. وإذا كان الملف الانتخابي موضوع على نار حامية، إلا أنه شكل القانون وعدد الدوائر ما تحدد بعد. الثابت الوحيد أنه 60 رحل إلى غير رجعة، والقوى السياسية جاهزة لمعركة انتخابية آجلاً أم عاجلاً. أما على خط الملفات الساخنة، بترجع الحرية الإعلامية تتصدر واجهة الأحداث، ومشهد الاعتداء على المؤسسات الإعلامية من قوى الأمر الواقع صورة مصغرة عن وطن أعجز من أنه يقبل الرأي والرأي الآخر. لبنان غارق بأزمة غير مسبوقة بالبيئة والسياحة والخدمات وحتى الاقتصاد، وما بقي قطاع إلا ما دخل بدوامة الشلل. تقريرنا لليوم عن قطاع السيارات بلبنان، ورغم وجود كميات كبيرة من السيارات مقارنة مع عدد السكان، إلا أنه هالتجارة عم تشهد ركود واضح. وبين السيارات المستعملة والسيارات الجديدة، التقسيط المريح هو القاسم المشترك. بالسوق اللبناني منافسة كبيرة لاستقطاب الزبائن، والإعلانات كما التسهيلات ما لقيت الطرقات. تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة، منتابعه سوا. والواحد بده سيارة جديدة لأنه أول 4 سنين ما بيدفع عليها شيء يعني. لبناني أحلى واحد لأنه بحب يغنيش حاله، بحب اللي بيطلعون يحطون على حاله، أكيد بيغنيش حاله بيجيب سيارة. أوكي، الظروف علينا كلنا. بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأكلاف المعيشية، بيبقى امتلاك سيارة خاصة أحد أهم الأولويات عند المواطن اللبناني، وهو ما بيتردد ولو للحظة أمام الدخول بتجربة قد تكون مرهقة وتستنزف ثلث دخله. إلا أنه على عكس ما بيظن الكتار، فإنه شراء السيارات الجديدة بلبنان منه ترف، إنما نابع من حاجة ضرورية بظل غياب النقل العام وفوضى المواصلات. ولعل تركز الطلب بأكثر من 90% على السيارات الصغيرة اللي بقل سعرها عن 15,000 دولار هو خير دليل على هالحاجة. أكيد يعني حاجة أساسية صارت هلا، خصوصا بالشتاء بتسهل لك الوضع. كل واحد بيقدر ياخد سيارة على اللي عنده إياه. هول السيارات رخاص ومسهلين وتوفير. ضروري انه حاجه، مزبوط حاجه، بدها تنقل العالم، بدها تروح على شغلها. وهلا صار عم بيعطوا تسهيلات بالدفع، وخاصه للموظفين اللي مثلا هذول عندهم بدهم سيارات جديده، بيقدروا مثلا يشتروا سياره ويدفعوا مثلا 200 دولار 300 دولار من معاشهم، بيمشي الحال. من الشركه احسن، افضل من المستعمله. من الشركه احسن، بدل اوفر، بدل عندك رغبه اكثر وعندك شو اسمه سكيورتي اكثر. ما زال في قصه تقسيط، ما فرق يعني معه، يعني بجيب جديده. يا اخي قد ايه بدي ادفع قسط؟ 200 300 دولار بكون بقول لك بشيله من هالضرب، بس باخذ جديد وبريح راسي. هي مفروض عم تحكي عن جديده، مفروض تكون حاجه هي، بس يكونوا مخفضين الجمرك يعني والامور حتى الناس تتشجع تجيب سيارات جديده. هلا السياره اكيد كثير مهمه، واكيد يعني مهم واحد ما يضل مقضيه عند الميكانيسيان يعني، فكرمال هيك الافضل اكيد تكون من الشركه. الحملات التسويقية الكبيرة اللي عم يشهدها سوق السيارات الجديدة بلبنان وتقديم التسهيلات المصرفية للشراء والتقسيط عم بيساعد على إبقاء معدلات البيع السنوية متقاربة إلى حد كبير، ولم يشهد هالقطاع رغم كل الصعوبات اللي مرق فيها البلد أي انتكاسة، بل العكس، فإنه حماوة التنافس عم تدفع الوكالات إلى تنويع المعروض من السيارات بشكل بيناسب جميع الفئات والميزانيات. رغم كل الأوضاع اللي قطعنا فيها إن كان سياسية أو اقتصادية، عم بيكون السوق ستيبل، يعني عم بيكون تقريبا حوالي 40,000 سيارة، شوي أكتر شوي أقل. هيدا شغلة أنا بلاقيها كتير منيحة، يعني الزبون بعده عم بيشتري رغم كل هالظروف اللي عم بيقطع فيها. فكرمال هيك في اتجاه على السيارات الجديدة اللي هي بتشكل هلأ 55% من نسبة مبيعات السيارات المجملة المسجلة بالنافعة بلبنان، وبنطمح أنه يكبر كمان نسبة مبيعات السيارات الجديدة عنا وعند غيرنا أكيد لعدة أسباب يلي مثل ما سبق وذكرنا أنه راحة البال. <تصفيق>
المبيعات السنوية المرتفعة للسيارات الجديدة مع الاحتفاظ بمئات الآلاف من السيارات القديمة أصبح بحتم اليوم وضع خطة نقل جدية لتشجيع النقل العام والتخلص من السيارات القديمة، وذلك قبل ما يتحول البلد إلى موقف للعموم. ولوين بعدهم؟ لأيمتن؟ شو بعد الساعة؟ يروحوا يعملوا موقف بيروت والحمرة والداونتان، شو بعد يسعروا يجيبوا بسكليتات يعملوا مثل الأردن، يعملوا باركينج برا ويفوتوا على السوق يتحضروا نتفي بقى. أي لبنان كله صار باركينج، لو شوين بعد في شقفة أرض يعملوا باركينج. قبل ما نتوقف مع بريك نشوف كلمة اليوم، شخص جديد وكلمة جديدة، ومنرجع من بعد البريك منتابع حلقتنا. بدي غني لك؟ لا ما بعرف غني. الليل وسماء ونجوم وقمروا قمروا سهروا وانت وانا خلصت. الحمد لله عايشين مرتاحين، ضميرنا مرتاح، ما بنأذي حدا، ما بنضرب حدا، ما بنحكي على حدا. لا 66، لا صار عندي مرض انا جلطه ومرقتها غصب عنا لبطح رق الدين عرضه، قلت له يلا برا هيك برا، قلت له هيك برا للمرض لانه بحب الحياه انا، كل واحد بحب الحياه، اي مرض بزته برا على طول يبتسم. منشيل العوينات ومنشيل الكاسكات بين القرعه كمان، شو بدك أكثر من ما تلونيش خدودك، ما تلبسيش حلق، ده انت كده بطبيعتك من أجمل ما خلق. عطول هيك مع أصحابي، إذا أصحابي بغني طول عمري بخاف من الحب، ولا قلبي قد عذابه عذابه. شوف الحياة ملونة، ما تشوفه أبيض وأسود. أنا أنتو الساعة 8 عرفت البرنامج تبعكم، في بنتين بقدموه. أيوة جوال وبيريت. بنبعث لهم ألف تحية لهم. بس الدنيا إذا بتشوفيها ملونة بتحس الدنيا عم تضحك لك، لكن لما بتشوفيها أبيض وأسود بضلوا الغم على قلبك. شوفيها ملونة وضحكي وعيشي حياتك، ارمي الزعل ورا منك، كل شيء ارميه ورا منك. اللون الأزرق كل شيء يعني للحياة، هي تطلع بالسماء. الأحمر سكسي، الأخضر الحياة ملونة. شوفها ملونة، شوف الطبيعة. كلمة اليوم الحياة شوفها ملونة.